بسم الله والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى على آله وصحبه وسلم. أهلا بيكم أحبائي المشاهدين، النهاردة هناخدكم في رحلة جولة كده سريعة بالترام إلى أكسراي. هناخد الترام من هنا ونطلع على أكسراي، نفرقوا على المحطات كلها إن شاء الله. الناس اللي حابة تيجي تركب من إيمينونو هنعرفهم إزاي يروحوا بقى السلطان أحمد والحتت دي كلها وسيرت جيك، ونشاهد كده الترام بيوصل في قد ايه من هنا لغايه اكسراي. طبعا اكسراي فيها حاجات جميله جدا ومنطقه الملابس والكلام ده كله. هنشوف ان شاء الله هنركب الترام من هنا، وهذا هو الترام ان شاء الله. ده اخره ايمينون وهيفضي الناس ونركب من هنا. هيا بينا الباب. وركبنا الترام يا جماعة وابتدينا معكم من إيمينونو. زي ما انتم شايفين كده المنظر بقى، استمتعوا بالمنظر وانتم ماشيين معي في الشوارع بالترام. احنا داخلين على منطقة سيركي جي. سيركي جي طبعا منطقة سياحية من الدرجة الأولى. لو عايز بقى تاكل حلويات بجميع أنواعها، أنتوا عارفين بقى الفيديوهات بتاعة سيركي جي مصورة حلويات ومطاعم وكل حاجة موجودة هنا في سيركي جي. ده حافظ مصطفى والعادات الجميلة اللي موجودة هنا في الشارع. دي محطة جولاني في فندق اهوت. Şunlar büyükleri var ya, amcaları biraz daha büyükler. Şunlardan daha çok oluyor mu?
الفندق ده يا جماعه تخش يعني هتلاقي واحد بيتكلمك عربي واللوح كلها مكتوبه بالعربي جوه. منطقة تبقى بي سراي شغالين فيها لسه صيانة بس مفتوحة برضو للناس يعني. دي عادات جميلة هنا في منطقة جولهاني. المحطة اللي جاية إن شاء الله محطة السلطان أحمد. شوف الأجانب دي كلها جايين يشوفوا الحضارة البيزنطية السابقة يعني بيجوا من آخر الدنيا عشان يشوفوا الخزان العملاق اللي موجود تحت الأرض يعني. خزان المايا خزان المايا ده كان بيجيب المايا من خارج اسطنبول خالص خارج تركيا. المايا كان بيجيله من خارج تركيا خالص فكان خزان سري ما كانش اي حد يعرف بيه من قبل الفتح يعني. ودي محطة السلطان احمد. فالسواح بتيجي يعني من كل حتة بتيجي هنا منطقة السلطان أحمد عشان يشوفوا آيا صوفيا والخزان العملاق اللي هو موجود تحت الأرض. في هذه المنطقة المنطقة كلها أثرية. استقرار في سعر الدولار في البيع والشراء في استقرار جامد قوي. في استقرار كمان في الذهب اسعار الذهب يعني ما شاء الله بعد الانتخابات اللي فاتت ونزلت الاسعار بتاعت الذهب. دي محطة تشامبر ليطاش. الحمام واقف على النصب التذكاري. محطة تشامبر ليطاش طبعا كنا عاملين فيديو في هذا المكان لو حابب تتفرج فيه على المنطقة دي كلها من الداخل. دي مدرسة سنان باشا وده
سوق الفضه. كان في فيديو سابق عملنا سوق الفضه وسوق الذهب كيفيه الوصول ليه بالجمله، ذهب وفضه بالجمله. ودي منطقه بيزيد من اجمل المناطق التجاريه، محطة بيزيد، محطة بيزيد. وهنا تقدر تشتري الملابس بالجملة، وتقدر تشتري الجلود، أحذية بقى وشنط وحاجات زي كده، من تنزل المحطة دي وتاخد شمال. إنما لو مشيت كده في الوش على طول زي ما احنا مصورين كده في الشارع السياحي اللي فيه ماركات عالمية مقلدة، ولو حبيت السوق تشوف السوق البازار المغطى او المسقوف موجود هنا في بيزيد. فمنطقة بيزيد منطقة سياحية من الدرجة الاولى، فيها اسواق ومنطقة تجارية بحتة. يعني جميلة هنا، بتقعد هنا تشمس. وده جامع بيزيد، حد عايز حمام عثماني، ده الحمام العثماني الموجود هنا. ودي جامعة كلية الآداب دي. ودي محطة ضالي ليه. وطبعا منطقة ضالي ليه مشهورة برضو بالملابس الجملة، ولو عايز شنط أحذية بالجملة موجود برضو على الشمال. كده داخلين على محطة أكسراني. ده جامع لالي ليه. الأراضي دي كلها بالجملة يا جماعة، فيها جملة كتيرة جدا، يعني بيع بالجملة. اللي عايز فنادق بقى، كل الشوارع دي يعني كلها فنادق. ودي محطة أكسراي، وهننزل المحطة دي. نزلنا محطة أكسراي، وهنتمشى معاكم لحد المترو، مترو أكسراي. تبقوا عرفتوا كده المواصلات كلها، يعني ممكن تنزل أكسراي وتركب المترو ينزلك في أي حتة بقى بعد كده. دي المحطات اهي. الراجل
ايه دلوقتي عشان يغير انا عادي من هنا. جامع الوالدة بارتونيال. الناس اللي عايزة تروح بقى اقصراي للفاتح. اقصراي للفاتح. لو عايز تتمشى هتتمشى يا دوبك هي محطة وتنزل تحت النفق وتاخد شمال. هتوصل اول شارع فوزي باشا. لو عايز تركب باص هتركب من المحطة قدام كده شوية على الشمال وياخدك ويطلع فوق الكوبري كده وهينزلك بعد محطتين تحت النفق. المحطة التانية تحت النفق برضه الحتة اللي بقولك امشي عليها. يعني بدل ما تمشي كده محطة عشان تركب محطة او تركب من المحطة اللي هناك دي تركب محطة واحدة، لا اتمشى وخلاص يعني. انما لو معاك شنط وبتاع لا ما تمشاش اركب. جامع الوالدة بارتونيال. من الجوامع الأثرية الكبيرة. بصوا الجامع والمظهر بتاعه. الرسم الهندسي ده اللي معروف يعني في الدولة العثمانية كله ما شاء الله، يعني تصميمات والشكل نفسه، الحجر نفسه منحوت، يعني في كل حاجة، كل حاجة واضحة في الحجر نفسه. أنا يعني حبيت أصوره لكم من قريب عشان تشوفوا المنظر نفسه. دي كانت مدرسة الوالدة، وبعدين ليها مدفن جوه أساسا، وبعد كده قلبوه جامع. كانت مدرسة كبيرة لحفظ القرآن والحالات الاجتماعية والكلام ده كله. كل ده مكتوب جوه يا جماعة، مش بألفه يعني، موجود جوه مكتوب. ودي منطقة أقصراي. أقصراي بقى تشتهر هنا يعني بالشنط والأحذية. الحتة ديت يعني هتلاقي هنا الشوارع دي كلها فيها شنط وأحذية، وهتلاقي فيها مطاعم جميلة. لو عايز تاكل مثلا كوارع، أكل الكوارع حلوة، مش عارف إيه، موجود جوه محلات الكوارع طازة، موجود الكافيهات. ميجروس باسعار ميجروس، الموز عنده 58 ليره كيلو. فين ما ايام ما كان ب 12 بقى. بص ده قلب الش والله العظيم ده 250 رميهم ازاي؟ ب 250 الجزمه دي ب 400. بصوا المكان في اقصراي اهو. هنا في احذيه وفي كوتشات. ونخلي بالنا الشرطه يا جماعه بتشوف الاوراق بتاعت الناس عشان اي حد معهوش ورق، يعني كل واحد حسب بلده بقى انتوا عارفين.
الشرطة في كل مكان هنا في اسطنبول. كوباية العصير ما شاء الله ب70 ليرة دلوقتي، برتقال. بصوا الشبشب ده ب210، الشبشب ده ب210، اوريه لكم في بورصة ب100 ليرة، اوريه لكم ان شاء الله في اسواق بورصة ب100 ليرة. دي هنا بيبيعوا شرطة. لو حد عايز ياكل كوارع بقى يا جماعة، على اليمين على طول كده محل الكوارع ده بعد الشنط دي على طول، بيعمل شوية كوارع صح يعني، وعنده بقى رز وبتاع كل حاجة زي مصر بالظبط، محل كوارع زي مصر. اهو هناك اهو اللي فات ده. وهذه هي اجواء اكسراي اكسراي دي بقى يعني فيها حاجات كتيرة جدا 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 ما شاء الله. فيها مول كبير هنا، وفيها المول اللي تحت الارض، تحتينا الارض دي كلها تحتيها مول، وفيها هنا جزارة كبيرة جدا، سوق الجزارة الكبير تحت الارض برضو. ان شاء الله في يوم تاني هصور لكم الكلام ده. يعني تحت الارض في الدنيا شغالة، تحت الارض هنا دي كلها من هنا لغاية هناك كده، كل ده في مولات تحت الارض هنصورها لكم باذن الله تعالى ان شاء الله. وقت تاني نشوف الموضوع ده باذن الله. طبعا انا بصور الفيديو ده يا جماعة، وطبعا في عندي الم في رجلي، ربنا يشفيني يعني، دولنا باذن الله بالشفاء. فبنصور لكم، قعدنا في الترام شويه وبعدين بنصور لكم اكسراي. هنريح كده ان شاء الله يومين، يكون ربنا شفانا ان شاء الله، ونستكمل التصوير مره اخرى باذن الله. أجواء أكسراي الباصات دي اللي بتطلع على المطار يا جماعة، الناس اللي بتسأل على المطار، المطار مطار اسطنبول الدولي، الباص ده بيطلعك على هناك على طول، بتدفع بالفيزا، بتدفع كاش، بياخد منك أي حاجة ماشي، وبيطلعك على المطار على طول من هنا اهو من أكسراي. الهفاستي ده اللي هو الخاص بمطار اسطنبول الجديد، خلاص ده الموقف بتاع اكسراي هنا. المنطقه دي كلها بقى محلات عربي ما شاء الله، المحل الفلوشي ده سوري، والمحل اللي واخد الزاويه اللي هناك ده تبع القدس، ومحلات العراقيين بقى، المحلات دي كلها اللي على اليمين عراقيين عراقيين، وهنا الناحية التانية كلهم فاتحين هنا من زمان بقى. اليمين دول في تجديد جدا على التفتيش على الإقامات والكلام ده كله يا جماعة في تركيا، تركيا عموما يعني، واسطنبول خاصة.
خش يا عم. تجيب فين انت؟ الواحد كان بيسمع صوت العربي هنا كتير يعني، مش عارف قال لي معانا العربي. وجبناكو من إيمينونو بالترام، وده محطة المترو. وبنقول لكم ادعوا لنا بالشفاء ان شاء الله. تحياتنا ليكم جميعا. كان معاكم محمود علي من اسطنبول الأوروبية. لا تنسوا الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.